أمامية ولكن أيضا تتخلص، ترجع مرة ثانية لبالدي، بالدي يتلاعب، بالدي مر الله على بالدي، تقدم من بالدي، لعب له كرة وخطأ يحتسب لمصلحة نادي العين، بينما اللاعب البرازيلي اللاعب التشيلي بالدي يطالب بأكثر تشجيع، بأكثر تحية، بأكثر إصرار من جانب الجماهير، حتى أيضا نادي العين يقدم العطاء الكبير في هذه المباراة. عموما هنا اللاعب التشيلي بالدي أتمنى من المخرج أن يعيد الهدف مرة أخرى، أتمنى من المخرج أن يعيد الهدف مرة أخرى في أقرب فرصة، ضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي العين